عليكم، مشتاقين. تفضلين. شو اخبارك؟ شلون صحتك امورك؟ الكاميرا مرتك شرط واقف ماكو، هاي واقفه هسه ناجز مني من الانترنت ضعيف. شلونك حبيبي؟ شلونك حبيبي؟ مشتاق لك. اخبارك امورك؟ مشتاق لك امورك. شنو الوضع هناك يا بي؟ والله قاعدين صدق؟ اي والله ما تسمع اخبارك وحالات هوايه، تبدو تتمرنون. والله خلنا هون بس. تسمعني؟ اسمعك ثاني بس صورتك ما انسى الصوره. اي قلت لك في قاعدين والله ماكو شيء. حبيبي تسمعني؟ اسمعك. ايه قالك شو ما تبدون تمرين؟ مناوين تبدون؟ والله هي غير مره. يعني هالوضعيه هذي كافي. شلونك انت؟ شلونك اخبارك؟ والله ماشي، قاعدين وساكتين. مسويين جروب الولد هسه، مسويين جروب الولد هسه. اضيفك ويانا. ما ليش؟ الولد جماعتنا، دائما نذكرك بالخير خطيه. هسه اقول لك عليهم من امك. هم موجود واحد منهم والثاني بالبيت. ها؟ هو موجود؟ شو موجود هذا؟ هو بالجروب. زين، وبعد امجد عفوان موجود اكيد. هذا موجود، هذا بيت فارق. هذا بعد زين ثالث. هاي يقول لي مو كيفك تضيف، ما هو دخل. لا ما هو يضيف. لا حبيبي، انا قلت له على مهاوي، قلت له راح اضيف مهند وصفاء. من عندنا بعد؟ على عدنان موجود؟ لا على عدنان موجود. يعني هو ما يقبل يضيف؟ ما يقبل، عد ما يقبل. ماكو اكو شو اسمه؟ مؤسسه شنو؟ علي حسني قال بشار شبهيه هواي اكو بالجروب، حاول تقلل. احنا بالقوه نريد لنا علي وحسين علي وهمام وعلي حسني بعد منو؟ ايه هاي الاربعه. مهاجم ما عندنا، قلت لهم لازم نضيف مهاجمين. زين. ايه ف ايمن مكيف، ايمن ضفنا مهاجم. ها على عباس هم ويانا. اها بعد تعرف انت هذا الجروب شنو غايه منه؟ اعرف تعرف. اكيد اكيد. انت بالعراق صار لك شهر؟ صار لي شهر والله. زين دوريكم شنو؟ ما هو يقول بالشهر صور ما نزل بالجروب. يقول الصوره مال هذا البيت راح ننزلها بالجروب. هم راح يدون يعلقون. شوف ايش راح يحكون. انا عدز لك شو يحكون، عدز لك يا على الخاص. اوكي حتى انت لا تقول لهم انت تزيد. شوف ايش راح يسوون بينا. زين بشار شنو الدور عندكم؟ الدور والله ميمي شو اسمه ال اعتقد يلغي، لان البيران هواي حالات بين ما يسيطرون عليها بين ما اعرف شنو. صح. واحتمال سمعت خبر من شهر، احنا 9 لعبات بقت مال الدوري، 9 لعبات. قالوا كل 3 ايام يخلصوه، بشهر واحد يخلصوه. يعني بي امل انه اي، بس انا ما اعتقد يعني الحق ارجع. يعني الوضع تعبان هناك، يخوف. انت صار لك فتره قاعد. انا ايوه عقدي هم خلاص بشهر السادس يخلص، يعني خلاص يعني بعد ما الله كريم. ما اعرف الوضع نشوف. فلوسي ما مطيني، فلوس 5% ما اخذ. طيب شنو؟ ان شاء الله يا رب اسير. انا كل فلوس كيف ان شاء الله. اقول لك اسير رايح، صار 8 اشهر العب 5%. بلاش تلعب لهم. ما ادري هذا.
الوضع شلون هناك في العراق؟ والله الوضع ما اعرف يعني، الوضعيه العالم تعبوا، العالم راح تطلع. انا متوقع بعد 5 ايام اسبوع العالم راح تطلع، اكو عالم ما تجوع انتهوا، ما يقدرون ينافسوا الشغل ولا والله نسال من الله سبحانه وتعالى يرفع هذا الوباء ويتم الامن والامان تخلص ان شاء الله تخلص عدوس يقول، عدوس يقول بوقع موكب بس يصنف اصلي ساعده وانا مجد اشوفه عمي عوفه ما اريده عوفه هذا شيء يسوي والله عمزين ما يدرون ما حد يدري مو ما ايه. يسوون قبل 10 ساعات ينزلون بالانستغرام انتظروني ساعه بالدعش انتظروني عبالك ما ادري وين لا احنا بدون احنا هيك شفت انا بس فتحت انستغرام لقيتك انت والله والله جونا خطار جو صعدت فوق ضايج وانا اروح خل افتح والله على الانستغرام لا ليش هواي ما افتح بالانستغرام مرات يعني عندي جمهور جماعتنا الايرانيين يقول لك ليش ما تحكي ايراني؟ احكي ايراني العراقي يقول ليش ما تحكي ايراني؟ ليش ما تحكي عراقي؟ تعال شو لا سلم عليهم سلم عليهم بالايران حتى انا احكي برتغالي اوه برتغالي سمعنا يا ابي ماكو حد يحكي برتغالي سمعنا يا ابي اي شيء شلونك وين بيتكم؟ اوه بريغادو اوه بريغادو هاي هاي اكله هاي تركيه بشار رشان هذا يمكن صار له ساعه يمكن جابر احمد والدي شوف شوف اخوي شوف اخوي حسوي شو يقول العدوس يقول ايش بيك عدوس وانت غير تحمى بخمسه يتعاركون كل يومين بيناتهم لا والله هذا عدوس يقول له لو تموت ما تصير لاعب ذاك يقول له تحمى بخمسه وهذا عدوس شلونك عدوس؟ انا اساس راح يجاوبني يعني بصوت عدوس عنده قابليه تدري شنو؟ مثلا باللي متابعهم مثلا خمسه يفتحون بث خمستهم يشوفون شو ما في ساعه على الانستغرام ما ادري يروح يطب منه ويطلع منه يعلق الذاكره يسده يروح مرات يضوج يسوي يظل يسال وهو يجاوب يسال ويجاوب يضوج من واحد لا كوكي كوكي انزاي انزاي بشار من هو؟ كوكي كوكي كاشيما كاشيما ايه كاشيما ياباني عبالي احكي انجليزي شو طلع معكم؟ طلع انجليزي اي شيكته ما ضل يدز سمايل شيكته هذا قلت والله قلت على اساس يفيد نعود بعدين طلع من تي كوكي شنو الاخبار الامور؟ شنو شو قلت لك تشكر ابوي ايه ايه والله اهلك ما حد وياك هناك مو؟ لا بس انا والله فيزاتهم صعبه مو؟ ايه هلا ما وين راح؟ ماكو يمكن جاي اشوفك انت جاوب من يمك اذا اكو احد يشوفه ولا ما جاي يشوفاني والله انا هم يعني ما هم جاي شو يحكون بس يا هاني تعرف انا ما احكي انا فارس يبدلش يقولون ليش خفت؟ قلت بدرم بدرم وماد